الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أخي الحبيب، رأيت من واجب الديني والوطني أن يكون لي دور أساهم لأداء حق ديني وحق وطني، ففكرت في هذا مع الإخوة وأنت من ضمنهم بل من المقدمين لهذا، وشاورتكم في الموضوع لأنني رأيت يا محب أن كل مواطن عليه حق الوطن، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت وحق مستحق، وهذا واجب شرعي يمليه ديننا على أن كل إنسان وجد على أرض الوطن إما شيخ أو كاتب أو أمير أو وزير أو شاعر أو جندي فله ضريبة البقاء أن يؤديها، وأجرة حق الوطن أن يسلمها للوطن. رأيت المبادرة أنها يعني واجبنا كشرع أن نقوم نخبر الناس عن المملكة العربية السعودية، عن مهبط الوحي، مهد الرسالة. فكانت الفكرة وجارت أول ما شاورت ابني الإعلامي الرائع عبد الرحمن البشري، ثم انطلقنا بالمشاورة، ثم كان الاجتماع الذي شرفتمونا فيه. والحقيقة أنني سعيد كل السعادة لردود الأفعال القوية التي ما كنت أتوقعها، استجابة الناس.